أميرة بتلعب دور أنيسة بوسي أول مرة. أنيسة بوسي، أنا الصوت اللي هيعرف شخصيتك على الجمهور من خلال التليفون، اتفضلي. ألو، أهلا بحضرتك. حضرتك كده مش فاكرني ولا إيه؟ أنا دايما بشوفك من ورا الإزاز وأنت جاي توصل المدام عندنا. دي زبونتي على فكرة، بس مالها؟ قطعت خالص ليه؟ في زعلة ولا إيه؟ يا ريت تعرفي السادة المشاهدين باسمك علشان نبتدي حوارنا معاكي. أنا اسمي بوسي، وزبونات اللي بيحبوني كده بيدلعوني بسبوسة. أحكي لك حكايتي. من ورا عندي 10 سنين زي ما تقول كده حسيت بأكلان في إيدي، ومن ساعتها صوابعي بتلعب لوحدها زي الرهوة، وما أقدرش أسيب أي ست في حالها، لازم أنكشها. اللي ما دخلتش دنيا واللي ما تهنتش على دنيا، اللي خلعت روحها من جوزها واللي جوزها مطلع روحها. وزبوناتك دول بتعملي لهم ايه؟ وغلاوتك بخليهم فرمه كده وكلهم بيدعوني. اصلي بزبطهم واغسلهم ونشفهم ونتفهم ولونهم، واللي عايزه تتلولو بلولوها، واللي جايالي مكشكشه بفرفرها. شغلانتك كلها ابداع يا بوسي. هاتلي كده بس انت المدام وسيبها لي كده امانه ساعتين. عارف حضرتك اخر مره عملت لها فرنشه لما تهوس كانوا بيصرخوا كده من جمالها وبيتخانقوا كده معايا علشان يعملوا زيها، انت ما خدتش بالك من فرنشه ولا ايه؟ لا بس انا مش فاهم يعني فرنشه. لا، ولا يوم ما عملت لها البوجودي كان يجنن عليها. هي قطعت ليه حضرتك؟ يا بوسي مفيش حاجه اتقطعت ولا حاجه، انا هجيبها لك بنفسي قريب. ما تكونش خدت على خاطرها من مدام فيفي لما كانت اخر مره بتوشوش مدام فاتن بحسها العالي وبتحكي لها عن فضيحه مدام رشا. حرام عليك يا بوسي، فضيحه ايه؟ هو احنا فينا من كده؟ لا ما تاخدش في بالك، ده كلام ستات كده في بعضينا. هو ماله الوقت بيعدي اوام كده ليه؟ معلش لحسن، رايحه الزبونه عايزه تعمل الكرباج وانا بصراحه كده مش مقتنعه. هي بالكتير كده ما ينفعهاش غير الشنيونه، يا اما هي حره من غير شوشرة تروح تشوف لها شوفة تانية وتسشور بره. خلينا في الحوار بتاعنا يا بسبوسي. حوار عن ايه؟ عن مراتك التانية ولا السكرتيرة ولا الشغالة ولا فاكرني مش عارفة؟ هوبا، يلا باي وبقى سلملي على المدام. طب انا ممكن نتكلم تاني؟